أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم متابعينا الأعزاء في البورصة العقارية، نستهلها بالأخبار. سجلت الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان نسب إنجاز متقدمة لتوفير آلاف الوحدات السكنية ضمن 7 ضواحي متكاملة الخدمات والمرافق، تعد نموذجا رائدا للتطوير العقاري في المملكة بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030. وأنشئت الضواحي السكنية 7 على مساحة إجمالية تتجاوز 53 مليون متر مربع بشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخريطة وافي. أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن إشرافه على 7 مزادات علنية إلكترونية وحضورية تقام على عقارات تقع في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 من فبراير الجاري حتى 1 شهر مارس من العام 2022. وتعرض المزادات 99 فرصة عقارية تتمثل في أراضي تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر ومجمعات تجارية في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة. نلقي معكم نظرة على أسعار الحديد في مدينة الرياض ليوم الأحد الموافق 20 من شهر فبراير الجاري. نتابع معكم متوسط سعر المتر للأراضي السكنية في عدد من أحياء مدينة جدة. حلقتنا اليوم أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.